يا مساء الفل على كل البهوات، يا مساء الفل على كل الهوانم، وهو مفيش اي تفرقه ما بين الراجل وما بين الست وما بين البي وما بين الهانم. مساء الفل. مساء الفل يا ممدوح. طبعا مفيش تفرقه يا جماعه، كل واحد بيكمل التاني وكل واحد طالب حقوقه في النص بتاعه، لا كلهم ستات ولا كلهم رجاله، ما حدش قال حاجه. بس برضو يا مساء الفل والهنا والجمال والحاجات الحلوه كلها على احلى ستات وبنات وهوانم. انا عايزه ادلعهم، دي ملهاش دعوه بالتفرقه. انت بتضحكي عليا يعني ده بتنيميني تونين تخططيسي. طيب بصوا بقى، عشان الحلقه دي ما فيهاش دلع، فيها مشاكل، الحلقه دي فيها سسبنس، فيها خوف وترقب وقلق. ليه؟ عشان حلقتنا النهارده بنتكلم من البعد التاني، من المكان التاني، من العائدون من الموت، مكان حد راح في حته بعيده في نفق مظلم ورجع حكى قصه. هل دي حقيقه؟ هل ده خيال؟ انت بالنسبه لك ده شايفاه ايه؟ يعني انا بالنسبه لي ما اعرفش بصراحه ده معناه ايه. يعني انا سمعت قصص كتير ان في ناس بيروحوا مثلا في غيبوبه، بيحصل لهم حادثه ما، وبعدين بيشوفوا حاجات، والحاجات دي بتحصل في الحقيقه او بتكون حصلت في نفس التوقيت ده. عرفوها ازاي؟ ما نعرفش. ده بيحصل ازاي؟ ما نعرفش. هي تجربه غريبه، تجربه طبعا غريبه ومريبه ومقلقه. فلو انت عايز تعيش معانا التجربه وتطفي النور، تقعد معانا كده عشان نقعد نحكي لك القصه كلها وابعادها. وهيكون معانا برضو حد يقول لنا العلم شايف الموضوع ازاي، الفكره نفسها بالنسبه لنا هتتبلع ولا لا. في ناس هتبقى مؤيده وفي ناس هتبقى معترضه، انا واثق في الحلقه دي. انا شايفه فعلا ان احنا النهارده معانا حد صاحب تجربه هيحكي قصته، وهنشوف كمان العلم رايه ايه في التجربه دي. خليكم معانا، متروحوش في اي حد. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم. موضوع حلقة النهاردة هو الاقتراب من الموت. معانا حالة حقيقية أو صاحب تجربة حقيقية هيحكي قصته فعلا حصلت له، ومعانا كمان مختص في علم النفس رحب بضيوفنا اللي موجودين معانا النهارده، وهي الاستاذه اسماء علاء الدين، اخصائي نفسيا. اهلا بيكي منورانا. ومعانا كمان استاذ جاب الله، اهلا بيكي منورانا. منور استاذ جاب الله، منور بيكي. طيب انا في قبل ما نبتدي الحلقه بتاعتنا كنت قاعد اتكلم مع الناس اللي النهارده هنخش العالم الاخر او الموازي او السسبنس او العوده من الموت. تمام. فانت خدت تجربه وعشت فيها، فيا ريت تحكي لنا التجربه علشان اللي بيتفرج علينا برضو، احنا قلنا حاجه مختلفه النهارده، فحكي لنا التجربه اللي انت مريت بيها. اللي حصل معايا كله في ليبيا، قالوا ده البيت هيقع عليكم، ما صدقتش الكلام ده خالص. طبعا ده ساعه الاعصار اللي كان هناك، وقت الاعصار اللي انا كنت فيها. يعني انت اصلا كان قالوا لك ان في مشكله وانت ما سمعتش الكلام؟ قالوا الحكومه كانت كل شويه تقول اخلي المكان، واحنا ما بناخدش، نقول ده مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه. انا قاعد كده فجاه والبيت وقع علينا. طبعا انا قعدت اسبوع في غيبوبه وشايف الاوضه من السقف من فوق، مش شايف حاجه تاني غير كده. يعني ايه شايف الاوضه من السقف من فوق؟ يعني انا مش شايف غير نفسي غير انا على الجهاز، وشايف غير يعني انت كانك بتتفرج على نفسك من فوق. تقصد وانا عايزك تدخلنا كده ايه عشان الناس اللي بتتفرج عليك دلوقتي تحس يعني ايه بالحاله اللي انت كنت فيها. انت كانك طلعت من جسمك وكنت بتبص على نفسك من فوق وشايف الاوضه اللي انت فيها في المستشفى. كنت شايف الاوضه اللي انا فيها في المستشفى من فوق. وكنت شايف نفسي ان انا في قبر، مش ان انا مش عايش، وشايف نفسي ماشي في طريق طويل ومش مكمل في للاخر وكده. ايه ما حكايه والدك اللي انت سمعتها، اللي انت هو كلمك وهو في القاهره او في مصر وانت هناك لسه في ليبيا وانت في الغيبوبه، ممكن تحكي لي عشان افهم؟ والله كنت شايف والدتي وابويا معايا، كنت شايفهم في نفس الاوضه اللي انا فيها، وكنت شايف الاوضه اللي انا فيها في مصر. اللي انت كنت في الغيبوبه ساعتها؟ وكنت في الغيبوبه، وانا في الغيبوبه ما انا شايف ده كله وانا في الغيبوبه. كنت شايف في والدتي مصر. اللي هي في مصر، وشايف الاوضه اللي انا قاعد فيها، وشايف اصحابي، وشايف ابويا وكده. كنت حاسس بايه بقى؟ كنت حاسس ان انت في هدوء ولا خايف ولا وايه اللي دار ما بينك وبين الاهل في مصر وانت في ليبيا في غيبوبه؟ ان هما كانوا قلقانين عليا طبعا، وكان بيكلموني انا في غيبوبه محدش كان بيرد، وقالوا خلاص ده مات، ده الدكتور قال انت اتكتب لك عمر جديد، والحمد لله رب العالمين على كده. ايه اللي الحاجه اللي كانت فيصل ما بين وانت في الغيبوبه واللي انت شايفه ده شايف اهلك؟ احكي لنا كده ازاي بتتحول من هنا لهنا، حسيت بايه لما رجعت من الغيبوبه ده كله؟ انا ما اللي هو كان حسيت ان هي فتره مش طويله اللي حصل وكده معايا، كانه حلم. كانه حلم. وانت كنت بجسمك بتروح تتفرج على اهلك او بتشوفهم في مصر وحالتهم واصحابك والناس دي، وام واصحابه وكلهم، تاكدت بقى ان ده حصل في الحقيقه ولا ده كان مجرد حلم؟ مش يمكن حلم؟ لا كان حقيقه، ده حصل معايا وانا شفته وعشت وشفت ده كله. ده انا لما كنت بقرا في القصه بتاعتك يا جاب الله، لقيتك والدك او والدتك قالوا لك ارجع اول ما تفوق تعالى لنا على القاهره. الكلام ده حصل؟ هو فعلا الكلام ده حصل، وانا لما كنت في غيبوبه كنت بترجع لي تاني، وبعدين الحمد لله لما فوت وقفت على رجلي اضطريت ان انا عايز اروح بقى مصر. اهلك اتكلموا معاك وانت في الغيبوبه؟ يعني هم قالوا لك كده فين؟ اهلي اتكلموا معايا بعد الغيبوبه. بعد الغيبوبه؟ بعد الغيبوبه. اصل انا لما قرات في الموضوع بتاعك او التجربه نفسها، اللي انت في الغيبوبه جالك اهلك فقالوا لك ارجع اول ما تفوق ارجع، فده التواصل اللي حصل ما بينك وما بينهم وانت هناك في ليبيا.
في الغيبوبه. ده حصل فعلا؟ اه ده حصل معايا جوه الغيبوبه. جوه الغيبوبه كلموك وبصوا لك وقالوا لك كده؟ اه كلموني، انا حسيت بكل ده. فاول ما فوت من اللي انا فيه من الغيبوبه فاضطريت ان انا اروح. طب اخر سؤال هنساله لك كده، ايه اللي حاسسك ان ده حاجه مش طبيعيه او ده حاجه غريبه او ان انت شفت زي رؤيه او شفت حاجه حقيقيه وما حسسكش ان ده مجرد هلوسه غيبوبه او زي الناس ما بتجيلها في الاحلام؟ ايه اللي حسسك ان ده واقعي؟ سالت بقى الممرضين وقالوا لي عن كل حاجه. استاذه اسماء تقدري تفسري ده بايه؟ انا عندي بس تحفظ على كلمه العائدون من الموت، مفيش حد بيعود من الموت. نمشيها تجربه الاقتراب من الموت. ممكن، والتجربه الاقتراب من الموت دي الحاجه الوحيده اللي اتكلمت فيها هي الباراسايكولوجي، وهو ما وراء علم النفس، وده علم غير مثبت اصلا. يعني ده احنا مش بنعترف بيه، اي علم ما فيش له ضوابط وحاجات تحكمه احنا مش بنعترف بيه. طيب علم النفس بيفسر اللي هو بيحكيه ده على اساس ايه؟ اول حاجه هو كان شايف حاجات كلها ممكن اي حد يشوفها في الحلم، هو ما شافش حاجات غريبه او ما شافش او ما قالش مثلا ده هيتولد فلان فتولد فلان، لا شاف بيته وقطه. طب ما هو عارف بيته وقطه. وبعدين هي ايه معنى الغيبوبه او الكوما؟ هي فقد وعي او فقد جزء من الوعي. اوريدي اللاوعي شغال معانا، فهو اللاوعي بتاعه اه طبعا بيخترق كل الحاجات اللي كانت في الماضي، كل الحاجات اللي كانت في طفولته، يسمع حد قريب منه، الحاجات دي كلها شغاله لاوعي. فاحنا بعيد تماما عن ان في كرامات بتحصل عند الاقتراب من الموت، الحاجات دي كلها حاجات غير مثبته علميا. وللاسف الثقافات الشعبيه بتميل انها تصدق الحاجات دي عشان تخفف من وطئه الصدمه. يعني لما حد بيحصل له صدمه او يحصل له مكروه لا قدر الله، فدايما بيخفف من وطأة الصدمة ايه؟ ان انا اقول لك ده انت مثلا بقى جواك روح ما، او بتقول انه انا بقيت قريبة من ربنا او عندها قرب ما علاقة بينها وبين ربنا، او دي رسالة او كده الحاجات دي. علامة وسين ورسالة. ده كلام بتميل للثقافات الشعبية، العلم بيرفضه تماما لان الحاجات دي غير مثبتة علميا، والتأويل بتاعها الوحيد هو ان احنا بنفقد جزء من الوعي في الكومة دي. فعشان كده بنبدأ باللاوعي شعوريا كده زي ما يقولوا نهلوس بحاجات تكون مش موجوده. بس انا مع حضرتك يا استاذ اسماء، انا اسف قطعت يعني الكلام، بس هو العالم كله مش ماشي بالعلم والفيزياء. في حاجات كده اوقات بتحصل زي قوه روحيه. يعني انت الواحد هو بيقول لك انا شفت كل ده، فرجع لما سال الناس هو ده حصل 1 2 3 فقالوا له اه. عشان النهارده عندنا برضو تجربه ثانيه هنسال برضو حضرتك فيها، وانت موجوده ومشرفانا النهارده في الحلقه. فبالتالي في ناس بتقابل ده وبيجي يقول لك انا شفت نفسي ماشي في سكه وفي نفق مظلم، في حد قال لي ارجع، وناس قالت لي لا كمل. طيب حلو قوي اللي انت بتقوله. كل الحاجات اللي بيقولوه سلبيه، شاف نفسه في قبر، شاف نفسه بيبص على نفسه من فوق، شاف نفسه في نفق مظلم، شاف ليه؟ لان اللي حصل صدمه. ما هو اللي حصل له على فكره هو ما حصلوش حاجه سعيده فبقى بيشوف حاجات غريبه، لا بيحصل له صدمه. فهتلاقي كل الحاجات اللي قال لك ويحكي لك انه شافها حاجات سلبيه وحاجات حزينه. ليه؟ لان هو كان في صدمه، فالصدمه ديت خلت اللاوعي بتاعه يفكر في كل حاجه سلبيه. والصدمه بتلعب هنا دور كبير جدا جدا. كمان في عالم اسمه كارل مايكلاند تقريبا، ده هو الوحيد اللي اتكلم عن الحاجات بتاعه الاقتراب من الموت والتجارب ده في كتاب بتاعه اسمه 30 عام مع الموتى. اوكي الكتاب ده الجميل فيه ان هو بعد كده بينتقد نفسه، هو بيقول ان في ناس بيصيبها من التجربه دي الارواح الشريره ومس الجن والحاجات دي. بعد كده بينتقد نفسه بيقول او ربما يكون عندهم صرع. فتفسري ايه بقى لو حد شاف في الغيبوبة دي حاجة والحاجة دي حصلت فعلا وهو كان في الغيبوبة المفروض ان هو يعني مش موجود مش معانا، والحاجة دي لما صحي قال لهم يا جماعة انا شفتكم وشفت امي بتعمل كذا وشفت ابويا بيعمل كذا وكله فعلا ده حصل؟ في اول حاجة احنا لازم يكون عارفين ان هو في غيبوبة، والتاني حاجة بقى بندخل عليها نعرف ان اللي حصل له ده زي ظاهرة الديجافو. انت لما بتشوف حاجه او يحصل موقف معين تقول اه ده انا حاسس ان انا جيت المكان ده قبل كده، انا حاسس ان الموقف ده حصل قدامي قبل كده. النص الايسر من المخ بيشوف الحاجه ديت قبل المخ الايمن، فالمخ الايمن بيتهيأ له ان هي حصلت. زي ايه؟ يعني واحده تيجي تقول انا شفت ماما وهي بتقول لي ارجعي لنا ومش ارجعي. ما هو طبيعي لما انا اكون في صدمه وقرب اقرب حد ليا ماما اللي انا هتخيل ان هو بيقول ارجعي لي يعني. فلما اجي تقول اه فعلا انا كنت بدعي لك يا حبيبتي وبقول يا رب ترجعي لي، فاقول شفت انا متهيأ لي ان ده حصل. فاللاوعي هو يعني اللي شغال، العقل الباطن هو اللي بيشتغل على الانسان بالزبط. في وقت غيبوبته فبيبتدي يصور له حاجات هو كان نفسه فيها. طبعا احنا هنتكلم اكتر بعد بس نطلع مع الفاصل. اولا حابب نشكر استاذ جمال، شكرا جدا نورتنا وجودك معنا النهارده. لسه معانا الاستاذه اسماء مكمله، بس نطلع مع الفاصل خليكم معانا.
لسه مكملين مع حضراتكم الحلقه، بنتكلم فيها عن العائدون من حته بعيده قوي وهي الموت. التجربه، خدوا تجربه احنا بنسمعها، في ناس بتوافق، في ناس بتعترض، في ناس عاشت التجربه وشايفينها مش صح، وفي ناس تقول لك لا التجربه دي موجوده واحنا واثبتت. فالنهارده برضو لسه مشرفانا الاستاذه اسماء علاء الدين، وبنتكلم معاها من اول الفقره الاولانيه للفقره الثانيه. طبعا دلوقتي جات لنا ضيفه جديده الاستاذه ايه اللي هتكلمنا على التجربه بتاعتها. نورت الدنيا استاذه ايه. ازيك يا ايه، ايه الاخبار؟ تمام. طبعا احنا عارفين ان انت ما حصل، يعني مش عارفه الحاله بتاعتك، انت ما قلبك ما وقفش في المستشفى لما تعبتي، انت بس جالك غيبوبه طويله. تمام. صح كده، وشفتي فيها حاجات ولقيتيها بعد ما فقتي انها حصلت. تمام. ممكن تحكي لنا القصه؟ هو انا قبل طبعا الحادثه ب10 ايام حلمت بجدتي، جات لي في الحلم انها بتحذرني من حاجه، وانا ما كنتش اعرف طبعا هو حلم. فالمهم بعديها ب10 ايام عملت حادثه، كنت نازله القاهره وكده انترفيو في شغل، والعربيه اللي انا راكباها دخلت في عربيه نقل كبيره وكده، وما حسيتش بنفس الغير في المستشفى يعتبر. عمل اول خبطه فقدت الوعي. هي كانت حادثه، كانت حادثه جامده. بس وحصل لي نزيف وكده، ودخلت العنايه المركزه، وبعدين يعني انا يعتبر ما كنتش حاسه باي حاجه. يعني شفتي ايه بقى في الغيبوبه؟ شفت يعني انا اولا كنت خايفه طبعا، لان انا كنت في نفق مظلم ضلمة، وكان بعدي يعني زي ما كان فيه خضار وكده، بس انا مش عارفه اوصل له. فجدتي طبعا قابلتني وكده، وانا كنت عايزه اروح لها، بس هي كانت في المكان الاخضر ده، مش اللي هي الجنينه الخضراء دي، وانا كنت في النفق المظلم وخايفه جدا عايزه اوصل لها، وهي بتقول لي خليكي. فانا بحاول اروح لها وكده، وهي بتحذرني برده في خلال اصلا وانا في الغيبوبه، يعني انا حاسه بكل حاجه بتحصل. يعني طب استاذه ايه، من قراءتي للمشهد بتاع حضرتك انا عرفت ان كنت في الغيبوبه، والموضوع تجربه جدتك ده جات لك تاني، فقالت لك ارجعي، فانت خرجتي والحمد لله ان خفيتي من الغيبوبه، لقيتيها هي بقت في غيبوبه. بس هي توفت، يعني انا فقت، يعني انا فقت، هي فعلا اتوفت. الله يرحمها. طيب استاذه اسماء، انا بس عايزه اسالك سؤال، انت قلتي ان انت كنت في الرعايه المركزه صح؟ مفيش تشخيص، يعني تشخيص الحاله بتاعك كان مكتوب فيه غيبوبه 10 ايام؟ هي بس ولا؟ كانت مش لا هي كانت بس مش فايقه للي حصل، وشافت الحاجات اللي هي، بس انا اللي قريته عن الحاله او التجربه هي كانت فيها في نزيف في المخ حاجه زي كده صح؟ ايوه بالظبط. بلغوا اهلك ان انت في غيبوبه؟ ايوه. اوكي، ممكن يكون عندها نزيف في المخ وفاقده جزء من الوعي ما خلاهاش تدخل في غيبوبه، فده اللي انا باكد عليه لما حد يجي يقول انا دخلت في غيبوبه، ده عشان بيبقى مش فايق، ما عندوش الوعي كامل. حلو. دي نقطه. تمام. وان هو دخل في غيبوبه وشخصوه دكاتره غيبوبه، دي نقطه تانية خالص. تمام، عشان كده انت جبتي طبعا ان هي حاسه بكل الناس اللي حواليها. بالظبط. النقطه المهمه بقى، في فرق كبير قوي بين الكوما والذهول. دي لازم يعني الناس يكون عندها، فسرها لنا بقى، يعني ايه غيبوبه ويعني ايه ذهول. ذهول ده لما بيحصل لي صدمه، انا ببدا باللاوعي بتاعي يهرب شويه من الحياه عشان اخفف عليا الالم اللي بيحصل. اوكي، زي النزيف اللي على المخ وزي الحاجات دي كلها. لكن غيبوبه دي تشخيص تاني وفحوصات تانيه وليله تانيه كبيره قوي، فما ينفعش اي حد حصل له عمل حادثه، حصل له صدمه معينه، مش عارف ايه، يقول انا دخلت غيبوبه. طب تفسري بايه بقى انها قابلت جدتها في مكان وفي حديقه، وهي كانت يعني احنا خلاص اتفقنا مع بعض ان حته النفق دي حاجه مرتبطه بالناس، خايفين الكلام ده، حاجات متشابهه، حاسين ان هم هيموتوا. جدتها اللي قالت لها ان هي ارجعي من المكان ده، معناها انها وصلت في مكان. طيب. كده في مكان مختلف، وصحيت لقيتها توفت. هي قالت لك ان هي وهي في الرعايه المركزه هي كانت حاسه بكل اللي حواليها وبتسمع الممرضات ومامتها وكل حاجه. أيوة، بس مش على طول. فبعد الحاجات اللي بتحصل دي مش جايز اتقال قدامها وهي نايمه في الرعايه كل حاجه، ان جدتها تعبانه وممكن يحصل لها حاجه لا قدر الله. العقل اللاواعي طبعا اللاواعي طبعا. ولكن هرجع اكد ان الثقافات الشعبيه هم بيتمسكوا بده جدا. انت طالما مش على وعي، على وعي باللي بيحصل حواليكي، ده ما تتسماش غيبوبه وما تشخصي غيبوبه، ده جزء من الوعي فقدته، وطبيعي جدا يحصل حاجات، تطلع حاجات من اللاوعي، وزي ما قلنا يحصل لها هلوسينيشن. انا كسؤالي يا كممدوح، هل ده ممكن يكون معنى الاضطراب الى الموت؟ يعني الواحد في عارفه بيجي يقول لك ده انا شفت شريط حياتي، انا طبعا محدش يعرف ايه اللي بيحصل في الوقت ده. طبعا شفت شريط حياته، انا اللاوعي بتاعي كله بيبدا عقلي الباطن بيبدا يصور لي كل حاجه حصلت قدامي. طبعا علميا لما القلب بيقف يفضل المخ فيه نبض، في كهرباء فتره لغايه ما يفصل عن الجسم تماما. بالظبط. فهل بقى يعني ما انا لو جيت ضغطك ضغط نفسي شديد جدا، تمام، اوكي، زي الاعصار وزي الزلازل وزي الحاجات دي، طبيعي انا العقل بتاعي الوعي بتاعي يقف،
اللاوعي يبدا يشتغل بقى، يجيب لي من الحاجات من الماضي زي شريط انا مشغله. اوكي حلو. ساعه لما اعمل بوس وارجع للي قبله هو بيرجع معايا، لان اللاوعي بتاعنا شغال من غير حتى وانت نايم. يعني فهو ده اللي بيحصل. يعني حضرتك قصدك لو في حد في غيبوبه ممكن احنا نكلمه، يعني احنا بنشوفها ساعات في الافلام ان يقول لك ايه هو هيحس بيكي وكل امسك ايده وطمنه وقول له خليك قوي. الموضوع ده في الحقيقه فعلا؟ ايوه طبعا. هو هيحس بينا طبعًا. وهو اللي بيقاوم الموت والكلام ده. هو مش بيقاوم الموت عشان هو مفيش موت، ممكن نسميها زي ما انت قلتي الاقتراب من الموت. يعني التجارب دي اللي احنا جايبينها النهارده عشان بس الناس اللي بتتفرج علينا تفهمنا، ليس لها التجارب يعني التجارب دي اي واقع علمي. هو حد كان نايم او كان في غيبوبه وتقابل فحصل كلام ما بينه او ما بين اللي حواليه يكلمه، فهو ابتدى يصور بالزبط. ده في العقل اللاواعي بالظبط، فقام انا شفت 1 2 3 4 يعني زي ممدوح لما حد بيشوف حد، زي ما بنعرف كده حد بيشوف حد وبعد كده يحلم بيه شافه بالصدفه وبعد كده يشوفه يقول لك انا شفته قبل كده، لا هو شافه لحظه صح. فتسجل في العقل. صح. انا فاهمه كده صح. صح كده، برافو عليك. فهو ده التفسير العلمي المنطقي الوحيد اللي احنا ماسكين ليه ضوابط واحكام، هو ده العلم اللي احنا مؤمنين بيه. لكن بقى الكرامات والحاجات اللي بنشوفها والحاجات دي يعني طبعا هي على عيني وعلى راسي، بس لازم نفهم الناس ان مفيش حد بيحصل له الحاجات الغريبه والخوارق الطبيعيه. وللاسف زي ما قلت الناس بتميل لتصديق كل ما له علاقه بالشفافيه، كل ما له علاقه بالخوارق الطبيعيه والحاجات الغريبه، الناس بتميل للحاجات دي. في طبعا كتب كتير جدا اتكلمت عن الباراسايكولوجي ولكن اثبتوا لا، كتاب عادي انا ممكن، انا مؤلفه اصلا ممكن الف كتاب اقول فيه والله انا شايفه ان الناس ممكن تروح البرزخ وترجع تاني. كتاب هو كده 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 محدش استاذ اسماء اثبت العكس، لان محدش عاش العكس. في جزء كبير احنا كلنا فاقدين، العلم وصل لحته معينه احنا ممكن ما نكونش لسه وصلنا لها، بس هو في راي وراي اخر، وده اللي احنا بنعمله النهارده في حلقتنا اللي احنا نعرض الراي والراي الاخر، وانا اللي انا عايزه هاخده من الاثنين. انا حبينا نعرف طبعا راي العلم ايه في الموضوع ده. طبعا ممكن يكون في الحالات اللي احنا شفناها راي حضرتك صح، انا عن نفسي مقتنع بيه يعني شخصيا، لكن اكيد في حالات تانية وفي مواقف تانية بنسمع عنها وبنشوفها الموضوع بيبقى لا، يعني بتحسي انه لا يعني في حاجه مش صح. يعني انا فعلا الشخص ده وهو في غيبوبه شاف حاجه في بلد تانية اتقالت له مع اتنين تانيين، دي قصه قبل كده انا شخصيا اتحكت لي، شاف حاجه في بلد تانية واحد كلم حد كده قال له وهو طب دي ايه بقى، يعني في حوار حصل بين اتنين في مكان اخر وبعد كده لما صحي قال ده انا كنت شايف كذا، والناس قالوا له ايه ده، ده لسه فكره الديجا فاول اللي انا كنت بكلمك عنها، ان ممكن شخص يقول انا لسه كنت في المكان ده دلوقتي. نورتونا بوجودكم معانا النهارده، كنا سعداء بيكم جدا، وبكده تبقى انتهت فقرتنا، لكن لسه عندنا فقرات جايه كتير، ما تحش في اي حته.